حبيب قلبي اتفضل اتفضلوا اتفضلوا فوتوا ميرسي كلك ذوق. شو فراريج؟ في فراريج يلا بدك يلا بدك ايه؟ حبيب قلبي انت كريم احنا نستاهل يلا يلا هاتي باروجان على الطاولة. كيلو وشبعوا اوادم اوادم سلمهم 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 سلمهم. سوري في عندكم كفوف؟ لا حبيب قلبي ما في قدك مزق بالعالم حبيب قلبي يا الحمد لله يا رب يلا ممنونك طبعا انت كمان شرفنا حبيب قلبي طبعا شرفنا كمان انت كمان اهلا وسهلا ميرسي كثير لحسين لحسين بدي اعزمك سيب شو خيي مين بيدفعون انا؟ ما انت قلت لي تفضل اوكي تفضل اهلا وسهلا وانت شرفنا عندي على البيت انا خطوه من بيت هلا بنروح على البيت حبيبي مش شرف ناطرك تبقى حبيبي بدفعون انا يعني مثلا؟ ما فهمت بدفعون انا حقهم؟ يا اخي ما قلت لنا تفضلوا اوكي بقول لك كل شوي تفضلوا شو تفضلوا وانا عم بقول لك شرفنا عندي على البيت ممنونك حبيب قلبي كل شيء بقول انا مريت الطريق يا استاذ نعم مريت الطريق بقول مرحبا بقول له اهلا تفضل هو قال لي تفضل خيي تفضل اوكي تفضل ارتاح تفضل كذا قلنا له تفضل اهلا وسهلا نحن فاتحين مطعم فاتحين نترزق حبيب قلبي بنقول اتفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا وانتم شرفونا كمان انا على بيتنا تحت ايه بنتشرف الحساب لو سمحت هي ما انت قلت لنا شرفنا تفضل تفضل هلا انا بمرق من قدام بيت بتقول لي تفضل تفضل نعم اذا تفضلت بدفع لك حق القهوه ما فهمت ما بدي ادفع لك حق القهوه اذا تفضلت لا عندي بلدي عايب الشوم عايب الشوم زاروا شرب قهوه اهلا وسهلا فيك يلا ممنون لكم يا قويدي بس ممنون هلا انا شبوه مثلك بس هيك ضيافه بالبيت يا خي انا مالي هو قال لي تفضل تفضل بس من ضيفك ماي فنجان قهوه شغله عامله انا بدك كيف ضيفك عندي حبيب قلبي ميرسي ممنون لك يا حبيب نعم ماني فاتح كاريتاس يا خي هو قال لي تفضل هي وجبته انا هي كلمه انا طبعا اهلا وسهلا ما معنا خبر منطقه كل اهل كرم واهل وين عايش؟ من حضرتك وين عايش؟ انا اخذ هون هلا استاجرت حدكم هون ايه بس وين عايش يعني كلمه تفضل غريبه عليك يعني ليه هو قال لي تفضل انا إيه طبعا وين تشرفونا قدم لي قدام المحل هون بقول لك تفضل هاي شغله هديه اه انا هو قال لك تفضل تفضل هو شيء ما عرفت انت وياه تقول والله عزمك على غدا عزمك على عشاء انا عم بقول له تفضل عندي على البيت هلا بديش كل هيك يعني قديش هذا بيحرز يعني هلا بيحرز ولا ما بيحرز مش حلوه الطريقه يعني ما اختلفناش خلص خلص انا خلص خلص ما المعروف هاي شوي خلص يا عم بعزمكم على ما المعروف ستنا انا عازمكم على المجد انا عازمكم على المجد رانا الاحد شو الحكي مجد من جد مش عم نلعب نحن انا ليك خلق بلاش عصيب ما المعروف شوي يعني شوف شو بنعمل شو بنعمل ما بعرف انا من جدتي مثلا انا هنيك بالصندوق شو بعمل خلص انت اللي تفضل اوكي تفضلنا ما المعروف شو وزع عصب شو بعمل يعني؟ أنا بيطلع خلو يطلع خلو شو بدي؟ شو إذا يعني؟ شو إذا؟ عم بقول لك تفضل أهلا وسهلا فيك وأنا عم بقول له تفضل عندي على البيت أنا والله بدي أزعل إذا ما رحت إذا ما نزلت شغيل أستاذ لك شغل قل لي قال لك تفضل نعم تفضلنا أنت جعان بدك تتغدى تغديت مضبوط؟ إيه في عليك فاتورة تفضل ما قال لي الله يسامحك شو أنا فاتح على حسابك أنا هون؟ دخي ما قال لي أنا عم بقول أنا عازم كل أحد على الغدا
هيدا عزيمتك مقبوله مش حاجه هيدا برات بيت برات برات شغل برات شغل حسبي بيدفع الحق ياخد حقه يعطي حقه خلص خلص يا خيي هلا يلا شوي خيي تدفع الحق انت زلمه ادمي ايوه لا بتشدلي عليك بتفل بكرامتك بتدفع الحق اللي عليك وبتفل بكرامتك وانت يا خيي هلا شوي شو بكون لحظه 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 بس انا الموبايل الكاميرا هاي والله هاي يلا انا وياك ونجي